أخبار فلسطين باختصار. حصيلة لا تتوقف لشهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث بلغت آخر الأرقام 3785 شهيداً منذ 7 أكتوبر الحالي. وشهدت مدن في القطاع قصفاً مكثفاً أبرزها خان يونس ورفح، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء بينهم أطفال ونساء. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن خروج 3 مستشفيات عن الخدمة كلياً وتضرر 25 جزئياً في قطاع غزة. وقالت الوزارة إن الاحتلال أنذر حتى الآن 24 مستشفى بالإخلاء وهدد بقصفها. إسرائيل تهدد بقصف معبر رفح الحدودي مع مصر في حال وصلت المساعدات الإنسانية إلى حركة حماس. الاحتلال قال إنه سيشكل لجنة للرقابة على المساعدات الإنسانية وفحصها، وذلك بالتنسيق مع الجانبين الأمريكي والمصري. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يحذر من توسع الحرب في غزة وتحولها إلى نزاع إقليمي. لافروف اعتبر محاولات تحميل إيران المسؤولية عن أزمة غزة هي استفزازات، مشيرا إلى اتصالاته المستمرة مع تركيا. الخارجية البريطانية تنصح رعاياها بعدم السفر إلى لبنان وحثت الموجودين هناك بالمغادرة فورا. السفارة السعودية في بيروت أيضا دعت جميع رعاياها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري بعد تحذيرات أمريكية بلغت المستوى الرابع. إلى اللقاء باختصار آخر.